مبارك عندنا هروت نافية عمرها تقريبا 8 شهور، خلصت البيس كوبيديان والادفانس، الحين الاونر يبي فيها البروتكت او الحماية الشخصية، فشنو تقريبا اسوي معاها؟ طبعا الكلبة هذه الحين راح نعلمها الحراسة بس بطرق، يعني هو يبيها صاحبها ان تكون بودي جارد حقه زين، فاحنا ما راح نعلمها سليف او خيشه عضو ولا شيء، لا تركيزها على انسان زين، فانا بصير لعبتها اني انا اللي راح استفزها وكذي اخليها تتضايق، فهي خلاص تركيزها يصير ان هالانسان هذا لما انا اشوف واحد غريب لازم اهجم عليه الا بامر من راعيها طبعا ان اهديها او يقول لها هجمي، بس التركيز انها تعض انسان يعني، وان شاء الله راح تصير بالعمر هذا ان شاء الله يعني عمر مناسب راح نخليها، واقدر الحين اسوي كم حركه معاها كبدايه امتحان حقها خلينا نشوف شنو راح يطلع منها. طبعا عن حراره الكلب لما نبدا بنعلمه انه شلون يعض، اول شيء لازم نستفزه ونخليه ينبح، النبحه هذه تعطي مؤشر انه هو عنده استعداد انه يسوي اي شيء انه يوصلني، بس طبعا هو الحين ما يعرف يعض، بس لما يتعلم راح تشوفين شهم شخصيته تتغير، فلازم يعرفون الفئات اللي مقسمه هي اللي هي الكلاب الصيد وكلاب الحراسه والكلب العائلي، هذا كله مقسمين يعني، لكن اذا بنروح حق فئه الحراسه اللي هو البوليسي الدوبرمان الراتوايلر والبيتبول هالامور هذه كلها النوعيه هذه فئه الحراسه. الحين بالنسبه حق اللي بين ايدنا حاليا هذه من فئه الحراسه، يعني تدريبها ان شاء الله راح يكون ما احنا ما نقدر نقول سهل الا لما نعطيه نسوي لها امتحان، يمكن تطلع خوافه، فمع انها راتويلر بس خوافه ما منها فايده، بس احنا وهم البدايه لازم ما نغلط بالبدايه علشان لا نكسر شخصيتها، هي الحين كلبه ما تفتهم شيء، فلما انا اجيها بقوه بعدين راح يصير فيها تردد ان اي واحد اجيها راح تنحاش منه، احنا ما نبي نخليها تنحاش نبيها تهجم زين، وهذا ان شاء الله الحين راح اوريكم نبذه شلون كبدايه على اللعب وبعدين ندخل بالجد يعني. طبعا الحين راح استفد الكلبه زين وبشوفها، طبعا هذا في البادي لانجوج زين من غير ما اصرخ عليها ولا شيء زين، فخلينا نشوف رده فعلها، انا اللي ابي شنو؟ ان هي تحاول ان تركز علي زين، هذا اهم شيء، لما تركز علي وتعرف ان انا الحين جايها جاي على اساس اني بستفزها راح هي تقوم بشغله، يمكن احتمال انها تبي تحاول تهجم او تنخش وراك خايفه، فاحنا انا ما ابي اوصلها للخوف، لا ابي اوصلها ان انا الحين انا اللعبه وانا الجبان وهي القويه واقوى مني دبلات زين، علشان تتشجع هي وتطلع اللي فيها اوكي، والحين راح ابين لكم شويه، شوف الحين خليها على راحتها شفتيها؟ نبي نوصلها انها تنبح. هذا يكفي. يكفي ان هي عندها استعداد ان هي تبي تهجم زين؟ او هي طبعا الحين تبي توصلني، بس هي ما عندها الفينشينج الا تعض، ليش ما تعرف تعض؟ فاتمنى ان الحين لو تدينها وتعضني اوكي. اي ما في مشكله. زين فخلينا نشوف الحين بنجرب لقطه اللي هي بس تبي تحاول انها تبي تهجم علي راح هديها. اوكي. حلو بس انا اعطيك اشاره وخلينا نشوف شنو رده فعلها. اوكي. بس. اي هديها.
اديها. بس كافي لعب. كافي 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 لعب لا لا مو سالفة لعب. الأرض مو نظيفة فتشوف تركيزها قاعد شمشم. تلي لازم يكون مكان ما في دوس كلاب عشان تركز وياي. ميدان ميدان أنا لساني زين. لازم تعودها إنه لما تدخل هناك أوه هناك في أكشن. فتشوفينها من الباب أول ما توصل راح تعرف إن في أكشن. فهذه إن شاء الله أقل من أسبوع راح يبين ويانا. يعني حطها 3 أيام يمكن هي توصلنا بنفس اليوم. إيه بس الحين أساس إن تركيزها مو 100%. شوفينها بعدينها شطت قاعد شمشم. ها ها لا لازم شو اسمه مكان تدريب ما في دوس عشان التركيز بس يطلع منها. ايه يطلع منها. والله بمبارك على اللي انا توقعت يعني ان ما تهجم او يعني ما يطلع منها او ما تقدر تكمل تدريب الحماية. بس إيه. لما هديتها وكذي لا بلشت تيلك بلشت شوي تهجم. هذه خطوة اعطتنا مؤشر ان هي عندها استعداد. زين انه ما فينا شيء بس شنو احنا نبي منها انها تمسك. فالحين هي ما عندها الفينشنج الفينشنج يعني انه وصلتك وبعدين ايش راح اسوي هني ما عندها علم. فنبيش توصلين وتمسكين. فهذا اللي راح نعلمها كخطوه اولى. زين ودائما انا اكون جبان خايف منها خايف منها عشان هي تشجع وتعطينا طلبنا بسرعه. أي. اي هذا اهم شيء. بنوارك يوم شغله ابيها الحين تهدها وبالكلبة تهجم علي تعضني ما تعضني مو مشكله عندي. المهم انه تمسك اللي بين ايدي. هنا شو نسوي احنا؟ ندخل عليها كلمة الهجوم مثل أتاك عشان تعرف. قولي لها أتاك وركضي ويا هديها على حد الليش. زين وخليك انت ورا. لما توقفين ورا وهي قدام خلينا نشوف الثقة بنفسها. تثق بنفسها ولا تدور الأونر ها مو وياي. هني راح يبين ان هي قلبها صخر. الحين لما اقول لك هديها هديها حلو بس اعطيك اشاره وانت تقول لها اتاك ها. اتاك لا اي اي خلي اي كملي معاها اي اجين تسويها اجين اقول لها اتاك. شوف انا الحين بهدها أيه؟ عشان هي تاخذها. اوكي بعدين تاخذها منها. اوكي نفس هو. انا الحين انا ما ابي اكثر عليها بالهجوم عشان هي لا تمل. احنا نبيها تشتاق لما نشوف الفوطه تبي توصلها باي طريقه. فهذا الحين اخر لقطه لها راح اليوم وبعدين شو اسمه نيها يوم ثاني. خلص الحين مركزه على هذه. بعدين احنا راح بعد فتره ما راح نستعمل الفوطه. ابيها تي دايركت على اساس انه مو شرط لازم تشوف الفوطه تهجم علي واذا ما في فوطه ما تهجم. لا اوكي. فالحين ابي منك بس اعطيك اشاره هديها علي. اوكي اوكي اتاك. اي اي اوه يس اوكي اوكي اوكي. شوف الثقة شلون صار الحين. واثقة الحين قامت تعض زين ومشلبة وشوف قاعد تنفض انه خلاص هي الفايزة هني هي الفايزة. برافو برافو برافو. يكفي هذا درس اليوم بس.
مدربة لا تستعجلين بالنتيجة. شوف الحين هي قاعد مؤشر قاعد تعطي. ها شوفي شوفيها شوفي شلون زين خلاص هني الثقة موجودة. احنا الحين علينا دورنا ان ندخل عليها المعلومة خطوة خطوة زين. خلال فترة قصيرة ان شاء الله راح اشوفها تعض. وانا ماني قايل عشان ما ابي ابالغ ايش، بس هي مدة قصيرة ان شاء الله. يعطيكم العافية. ياتي العرة. احساسي يقول عطها ايدك. انت ايش تبي تسوي؟ ها ها هو يس ايدي عليها كبيرة. بعدها بس ايدي عليها كبيرة بس. حلو 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 حلو. جود جير جود جير. يلا تيك ات. اي شيك ات. اي بس زين زين لحقيني فيها. ها يلا لحقيني. اوكي اوكي هذا اول يوم كذي معناتها وايد ممتازة الكلبة. وايد ممتازة. الجمسي ايش رايك في الحلقة؟ ايش رايكم بالحلقة؟ ان شاء الله عجبتكم. بالبداية قبل أتكلم عن الحلقة وقبل أعرفكم عن قموش وقبل أتكلم عن أي شيء، أعتذر عن جودة التصوير لأن كانت يعني تصوير تجريبي المفروض ما ينزل على اليوتيوب، ولكن حبيت تسلسل بالتصوير، حبيت الكلام والنصايح اللي يقدمها العم مبارك النوبي، فحبينا نشارككم هذه التجربة. طبعا الجاك راسل يعتبرون من فصيلة الورك لاين، كلاب حراسة جدا ممتازة للحراسة، تحمي المزرعة من الثعالب من الحصاني. تهجينه كان له أكثر من 100 سنة، وتكلمنا عن الجاك راسل وبواحدة من الحلقات وهي تصيد الجردي. شوفوا قموسي وهي تصيد الجردي، الحلقة موجودة على اليوتيوب أو الانستغرام اكستوك سكول.